طلاب ثاني عشر انتبهوا من القاعدة دي. القاعدة دي اسمها participial phrase أو reduced relative clause، أو بالعربي بنسميها النعت. تعال كده نشوف المثال اللي مكتوب على الشاشة ونحاول يعني نحله مع بعض. الجملة الأولى بتقول she could beat adults in memory games which involved numbers. الجملة دي موجودة في الإكزامز أو موجودة في البنك. ركز معايا في العبارة اللي بعد memory games which involved numbers. دي عبارة بنسميها relative clause. جميل، عاوز اخد relative clause دي واختصرها شوية، فاقوم اعمل ايه؟ احذف which واجي على الفعل involved واخليه في الفعل النظيف فيبقى involve، وازيد له ing فيبقى involving. يبقى she could beat adults in memory games involving numbers. علشان تحول للparticipal phrase بتعمل ايه؟ اول حاجة بتحذف اداة الربط اللي هي relative pronoun، وبعد كده ترجع الفعل للتصريف الاول وتزيد له ing فيبقى involving numbers. تمام؟ طب خد المثال الثاني ده. احمد who scored the high mark will receive a prize. احمد اللي استقبل the highest mark اعلى الدرجة will receive a prize، سوف يتلقى هدية. who scored the highest mark دي بنسميها relative clause، بتصف مين؟ بتصف احمد اللي هو subject في بداية الجملة. هعمل ايه علشان احولها لـ participial phrase؟ نفس ما عملنا في الجملة السابقة، هحذفه واجي على scored احولها للفعل النظيف وازيد له ing فيبقى scoring. يبقى احمد scoring the highest mark will receive a prize. في بعضكم ممكن يجي يسأل هي الـ participial phrase ممكن تيجي في نهاية الجملة ولا في بداية الجملة؟ هقول لك في الجملة الاولى جت في نهاية الجملة علشان كانت بتيجي لكي تصف المفعول اللي هو اصلا بيجي في نهاية الجملة memory games involving في نهاية الجملة علشان memory games مفعول. أما لما تيجي تبص للجملة الأولى أحمد who scored، أحمد هنا subject فعشان كده أحمد قلت scoring، أحمد scoring في بداية الجملة علشان subject بيجي في بداية الجملة. شباب يبقى قصة participial phrase أو reduced relative clause أو بالعربي بنقول عليها النعت قصة سهلة جدا، تتطلب منكم بس شوية تركيز وتشوف يعني مكان الريلاتيف بروناون وتختار الجيرند او الفيرب بلس اي ان جي وبعد كده التكمله اللي بتيجي معاه. قاعده سهله جدا وقاعده ان شاء الله يا رب كده نامل ان هي يعني تقدروا تحلوها لو جات لكم في الاختبار. بالتوفيق يا شباب، سلام.